نبتدي بقى بالوصفات. الايس تي من الحاجات المحبوبة جدا، لان الايس تي مبدئيا سهل قوي يتعمل، ثانيا احنا ليه نشتريه وهو احنا ممكن نعمله في البيت، وصحي جدا جدا وحلو قوي في السواحل، في الساحل، في اي سفرية انتم مسافرينها يتاخد كده في ترمس، يبقى ساقع جميل قوي وانتم اللي عاملينه، واحلى من الجاهز. هنعمل النهارده ايس تي بالليمون والنعناع، ايس تي بالخوخ والكريز، لان احنا دلوقتي في موسم الكريز. هنعمل بالكركديه والقرفه تايلاتيه، وهنعمل ايه كمان في واحده، هم اربعه بالظبط، هم اربعه، انا نسيت امبارح هما اللي كانوا خمسه. طيب هقول لكم على المقادير اللي معانا. احنا معانا ايس تي بالليمون والنعناع، ده طبعا كلاسيكي جدا من الحاجات اللي دايما تبقى محبوبه، هي والخوخ، بس الخوخ بقى غيرنا فيه شويه. طيب معانا ليمون اخضر شرايح وبشر ليمون، ومعانا اوراق نعناع طازه، واتنين باكيت شاي احمر او اخضر حسب ما تحبوا، في ناس يحبوا الاحمر وفي ناس يحبوا الشاي الاخضر. معانا ميه سخنه عشان ندوب بيهم الشاي، ومكعبات تلج وعسل ابيض للتحليه، طبعا صحي صحي صحي. تمام، للناس اللي عامله 7 خطوات بقى، مش هتحلي بعسل ابيض، هتحلي بسكر دايت، وهيتشرب بعد اي اكل بايه نص ساعه لساعه عشان نضمن امتصاص الحديد فيه. طيب هنجيب بقى دلوقتي اول حاجه، احنا الافضل بنعمله في ترمس او في حاجه شفشق كبير. تمام، معانا بقى الشاي حسب ما طلع معايا، مش عارفه احمر ولا اخضر، ممكن اللي هو ده نعمله بالاخضر احسن، اعتقد ده الاخضر. تمام، نحط بقى الميه المغليه، شويه صغيرين مش كتير. طبعا احنا لو هنعمل في شفشق هنقدر نعمل اكتر بكتير، ونحط مثلا 2 3 باكو، مش باكو واحد، بندوبه كويس نضمن انه داب معانا. ده كده شاي اخضر. تمام، وبعد كده ببتدي ان انا اكمل. لو انا هحلي بالعسل يبقى في الحالة دي هعمل ايه، هحط شوية من المية كده بحيث يبقى دافي معايا، بعد كده اروح منزلة العسل. العسل بندوبه دايما معلقة خشب، ده بقى لو احنا عايزين حاجة صحية بس مش دايت، يعني للولاد مثلا، بس برضو ولاد مش صغيرين قوي، يعني اللي خلوا بالكم دي مهمة بقى المعلومة دي. الشاي فيه كافيين، الكافيين الاطفال ما يستحملوش في الكبد عندهم، عشان يتخلص من الكافيين بيحتاج ضعف الوقت عن الناس الكبار، الكبار بيحتاجوا 4 ساعات تقريبا، الاطفال بيحتاجوا 8 ساعات على الاقل، فما نعملش عبء عليهم، فمش المفروض الصغيرين ياخدوا قوي، يعني انا اقصد شباب يعني سن 18 سنة فيما فوق. تمام، طيب هننزل دلوقتي النعناع بقى، والمية برضو كانت لسه مازالت سخن او دافي علشان ايه النعناع ينزل طعمه حلو. تمام، بعد كده بقى بروح مكملة عليه بالمية الساقعة. على فكرة الترتيب ده بيفرق في الحاجة علشان تنزل الطعم صح. خلاص، بعد كده بنحط الليمون، شرايح الليمون، المشروب اللي فيه شرايح ليمون ما ينفعش يقعد كتير، يعني يتشرب في خلال ساعة، لأن الليمون بيغير طعمه، بيبقى في مرارة كده لما بيقعد شوية، فالأفضل إنه يتشرب على طول. أنا محتاجة بس مغرفة، ناخد كده دي ونحط بقى التلج هنا. تمام، التلج ده كده اول مشروب خلاص معانا، مشروب الشاي الاخضر بالليمون والنعناع والعسل، احلى ايس تي ممكن تعمله في البيت. تمام، هنعمل بقى المشروب اللي بعده، هقول لكم على مقاديره. احنا معانا شرايح الخبز مشبعة، لا الايس تي بالخوخ والكريز احنا هنعمله دلوقتي الاول.
معانا خوخ شرايح كريز طازة انصاص، و 2 باكيت شاي احمر او اخضر، ومية سخنة، ومكعبات تلج، وعسل ابيض. هنجيب بقى، نحط بقى عيني شاي، ايه رأيكم؟ انا رأيي هنحط الاحمر بقى، علشان ايه؟ هيبقى لايق قوي مع الكريز، واللون الاحمر بتاع الخوخ والحاجات دي تبقى احسن لو احمر، بس انتوا برضو زي ما تحبوا. ندوب الاول، لان لو نزلته ميه ساقعه مش هيدوب معانا خالص. طبعا احنا عارفين ان الشاي مليان مضادات اكسده مفيده جدا للجسم. تمام، انا كده دوبت وهنزل الميه الساقعه، مش قوي عشان هنزل فيه العسل بقى ويدوب معايا. نكمل بقى، نحط بقى دلوقتي الميه والتلج وبقيه الفاكهه. الاول معانا تليفون. حاضر. معايا تليفون؟ يا الو. طيب هحط بس الكريز ده اخر حاجة يا مصطفى. مصطفى مخرجنا الجميل، مغلباه معايا، مغلباه. تمام كده حلو. مشروبات دي هتسألوني ناكل الفاكهة؟ طبعا تاكلوا الفاكهة، مش هتترمي، كلوها طبعا. الايس تي بالكركديه والقرفة، احنا معانا بقى كركديه واعواد من القرفة الخشب، و2 باكيت شاي احمر او اخضر، وميه سخنه، ومكعبات تلج، وعسل ابيض للتحليه. بصوا مفيش اسهل من اهو، مفيش اسهل، مفيش اسهل من الوصفات دي. نحط بقى الميه المغليه، وينفع على طول كمان احط مع الباكت شاي احمر اخضر، بس انا بتهيألي احمر يليق هنا اكتر. ماشي، بايديكوا يعني، مزاجكوا زي ما تحبوا. لحظة، انا حاسة انك متعذب اهو، ارتحت كده؟ ماشي يلا بندوب الاول. طبعا ما ينفعش ان احنا ايه ما ندوبش بمية سخنة، طبعا الافضل يتنقع بقى كده، يتنقع له كده ساعتين كده حلوين، ونحط معاهم القرفة على طول، ما نستناش، كله مع بعض في السخن. بره الهيبسكوس ده اللي هو الكركديه بيستخدم كتير جدا في الشاي، كتير قوي، تلاقي كل انواع الشاي بالذات اللي بالفواكه تلاقيه متلون كده باللون الاحمر بالكركديه. تمام، بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نصبه، ونشوف بقى لو ايه، نحط العسل، اللون الجميل والريحة، يا القرفة مع الكركديه خطيرة. بصوا كلمة خطيرة قليلة، هزود كده بس الباقي، خطيرة قليلة بجد، لان الكركديه والقرفة لاقين جدا مع بعض، وبعملوها دايما في مشروبات رمضان كمان، حطوا اعواد القرفة مع الايه الكركديه. انا الناس اللي جولي على رمضان وضاقوا الكركديه بالقرفة يعني ما كانوش مصدقين نفسهم، بقوا يعملوا على طول. دلوقتي انا حطيت شوية مية باردة عشان تبقاش سخنة قوي على العسل، نحط بقى العسل كده. بص خلاص حطينا العسل، هنحط بقى ايه، هنزود بقى خلاص المية، بس انا بس هاخد عيدين القرفة دي، لازم تتحط معانا كديكور للوصفة، وفي نفس الوقت بتدي كده شياكة جميلة قوي قوي في التقديم. يعني نزود بقى المية، ونزود نحط التلج. تمام،
تمام جدا. تاي لاتيه ده من الوصفات اللي هي مش كل الناس عارفاها، اشرح لكم دي عبارة عن ايه. هي بيبقى فيها لبن، وهي اكتر تايلاندي، بس كل شيفو ليه طريقة. يعني انا شربتها في اوروبا بطعم، في حتت بطعم، في ساشتات بتتباع جاهزة، فكل حتة بتتعمل بطريقة شوية مختلفة. معانا 2 باكت شاي احمر، مية سخنة، لبن بارد، جنزبيل، واعواد القرفة. هنعمل ايه؟ انت قلت حاجة يا مصطفى؟ طيب هنعمل ايه؟ هنحط دلوقتي الاعواد القرفة والجنزبيل، وهنحط في بيحطوا كمان قرنفل، ويعني بتبقى زي السبايسز بتاعت الكريسماس. انا بس عايز اشوف ده اخضر ولا احمر. بيتهيألي احمر. اه تمام. نحط بقى المية السخنة. هنخرج مع بعض بقى، هنخرج بقى دلوقتي. طيب نعمل بقى الشاي برضو زي ما اكدنا عشان كله ينزل طعمه. بعد كده بقى بزود شوية مية تاني عشان اعرف اضيف. انتوا لو سبتوه اصلا مش هتحتاجوا تزودوا مية، هتبرد معاكوا خلاص كفاية. نحط بقى عسل برضو للتحلية. بصوا بقى دلوقتي هنحط اللبن عليه، بيبقى طعمه جميل جدا على فكرة، جميل جميل، يعني من المشروبات اللي فعلا ساقعة او سخنة الاتنين. اه نسيت، ما سبتش مكان للتلج، بقى هزود هنا شوية. يتاخد ساقع او سخن زي ما قلت. احنا كده خلصنا 4 وصفات مشروبات حلوين جدا 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 للصيف، تحفة. ان شاء الله يعجبوكوا قوي. اعملوهم وقولوا لنا رايكم. للي عاملين 7 خطوات هيحلوا بسكر دايت مش بالعسل.